خبر حزين جدا جدا، وربنا يصبر أهله ويربط على قلبهم بالصبر وبالقوة وحاجات كتير جدا. ده الموقف اللي اللسان بيعجز فيه عن إن هو يقول إيه، الفقد. فحالة كبيرة من الحزن الشديد بتعيشها أسرة الفنان. مصرع نجل الفنان حسن يوسف غرقا في احدى قرى الساحل الشمالي. شاهد اول تعليق من محمد رمضان على غرق نجل الفنان حسن يوسف: السلام عليكم، لطفا قبل ان نبدأ لا تنسوا ان تعطروا فمكم بالصلاة على النبي، ولا تنسوا ان تضغطوا لايك واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. مساكم بالخير. عندنا سحب على 100 جوال 14 برو ماكس، وسحب على 100,000 جنيه مصري. كل الشروط تتفرج على 30 فيديو سابقين على قناة كورة شراب، وتكتب تم في التعليقات على 30 فيديو وتشترك في القناة. طبعا يعني كان في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ان الميت غرقا شهيد. فنسأل الله عز وجل ان يتقبل نجل الفنان حسن يوسف من الصديقين والشهداء. عبد الله هو طبعا اللي توفى، نجل الفنان حسن يوسف يبلغ من العمر 35 سنة، توفي غرقا. يعني زي ما قلنا لحضراتكم ان هو بعد على طول ما طلع من المستشفى، بعد ما على طول ما طلع من المية تم نقله الى مستشفى آل عالمين، ولكن حتى الان الاسرة لم تستلم الجثمان. ولكن في اعتقادي ان زي ما قلت لحضراتكم ان هو بمجرد ما تنتهي التصاريح كلها، تصريح المستشفى وطبعا تشريح الجثمان، هيتم نقله فورا الى القاهرة لدفنه هنا بمدافن الاسرة في القاهرة. نسأل الله عز وجل ان يتقبل الفقيد بواسع رحمته وان يسكنه جناته، علشان برضو الناس اللي بتسأل هو توفي فين. نجل الفنان حسن يوسف توفي في قرية بدر، توفي غرقا في مدينة الساحل الشمالي في مدينة العالمين بمحافظة مطروح. طبعا المراسلنا في مطروح أكد لنا أن حتى الآن الأسرة لم تستلم الجثمان الفقيد، يعني حتى الآن لسه في المستشفى، لسه الإجراءات شغالة، لسه الأمور ما وضحتش قوي. الفنان حسن يوسف كان عنده 4 أبناء، بنتين وولدين. طبعا كلنا عارفين ابنه الكبير عمر ده اللي كان طلع قبل كده في مسلسل الأسطورة مع الفنان محمد رمضان. طبعا عمر برضو يعني ده الممثل ده عايش، واللي توفى هو عبد الله 35 سنة وليس عمر. اللي توفى هو عبد الله وليس عمر، توفي غرقا في قرية بدر بالساحل الشمالي. زي ما قلنا لحضراتكم ان هو بمجرد ما طلع من المية على طول راح المستشفى. يعني كان الأسرة او الأصدقاء كان عندهم يعني امل ان ممكن هو يتم نقضه في المستشفى، ولكن هو راح المستشفى للاسف متوفي. يعني هو كان خلاص كان طالع من الميه متوفي، ولكن تم نقله طبعا علشان الاجراءات وعلشان تصاريح الدفن. فالاسره هناك دلوقتي في مستشفى العالمين منتظره تصريح الدفن، منتظره تستلم الجثمان علشان تنقله القاهره حتى يتم دفنه ويتم الصلاه عليه غدا. طبعا يعني في اعتقادي ان الموضوع ده ممكن ياخد لحد الصبح على حد ما الاجراءات تخلص. يعني طبعا لازم التصريح تخلص، فالصبح ان شاء الله هيتم نقله الى القاهرة بحيث ان هو يدفن في مدافن الاسرة هنا. يعني نسأل الله عز وجل ان يتقبل الفقيد بواسع رحمته وان يتقبله مع الصديقين والشهداء. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الميت غرق فهو شهيد، اللي ميت غرقان شهيد. فنسأل الله عز وجل أن يتقبل عبد الله نجل الفنان حسن يوسف من الشهداء والصديقين. طيب علشان الناس اللي تسأل في اللايف دلوقتي عبر القناة 24، احنا دلوقتي بنوضح لحضراتكم ان اللي توفى هو عبد الله 25 سنة، ابن الفنان. طبعا يعني كان في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ان اللي ميت غرقا شهيد. فنسأل الله عز وجل أن يتقبل نجل الفنان حسن يوسف من الصديقين والشهداء. عبد الله هو طبعا اللي توفى، نجل الفنان حسن يوسف يبلغ من العمر 35 سنة، توفي غرقا.
يعني زي ما قلنا لحضراتكم ان هو بعد على طول ما طلع من المستشفى، بعد ما على طول ما طلع من المية تم نقله الى مستشفى العالمين، ولكن حتى الان الاسرة لم تستلم لم تستلم الجثمان. ولكن في اعتقادي ان زي ما قلت لحضراتكم ان هو بمجرد ما تنتهي التصاريح كلها، تصريح المستشفى و طبعا تشريح الجثمان، هيتم نقله فورا الى القاهرة لدفنه هنا بمدافن الأسرة في القاهرة. نسأل الله عز وجل أن يتقبل الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه جناته، علشان برضو الناس اللي بتسأل يعني الناس اللي بتسأل هو توفي فين. نجل الفنان حسن يوسف توفي في قرية بدر، توفي غرقا في مدينة الساحل الشمالي في مدينة العلمين بمحافظة مطروح. طبعا المراسلنا في مطروح أكد لنا أن حتى الآن الأسرة لم تستلم الجثمان الفقيد، يعني حتى الآن لسه في المستشفى، لسه الإجراءات شغالة، لسه الأمور ما وضحتش قوي. الفنان حسن يوسف كان عنده 4 أبناء، بنتين وولدين. طبعا كلنا عارفين ابنه الكبير عمر ده اللي كان طلع قبل كده في مسلسل الأسطورة مع الفنان محمد رمضان. طبعا عمر برضو يعني ده الممثل ده عايش، واللي توفى هو عبد الله 35 سنة وليس عمر، اللي توفى هو عبد الله وليس عمر، توفي غرقا في قرية بدر بالساحل الشمالي. زي ما قلنا لحضراتكم ان هو بمجرد ما طلع من المية على طول راح المستشفى، يعني كان الأسرة او الأصدقاء كان عندهم يعني امل ان ممكن هو يتم نقضه في المستشفى، ولكن هو راح المستشفى للاسف متوفي. يعني هو كان خلاص كان طالع من الميه متوفي، كان طالع من الميه متوفي، ولكن تم نقله طبعا علشان الاجراءات وعلشان تصاريح الدفن. فالاسره هناك دلوقتي في مستشفى العالمين منتظره تصاريح الدفن، منتظره تستلم الجثمان علشان تنقله القاهره حتى يتم دفنه ويتم الصلاه عليه غدا. طبعا يعني في اعتقادي ان الموضوع ده ممكن ياخد لحد الصبح على حد ما الاجراءات تخلص. يعني طبعا لازم التصريح تخلص، فالصبح ان شاء الله هيتم نقله الى القاهرة بحيث ان هو يدفن في مدافن الاسرة هنا. يعني نسأل الله عز وجل ان يتقبل الفقيد بواسع رحمته وان يتقبله مع الصديقين والشهداء. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الميت غرق فهو شهيد، اللي ميت غرقان شهيد. فنسأل الله عز وجل أن يتقبل عبد الله نجل الفنان حسن يوسف من الشهداء والصديقين. طيب علشان الناس اللي تسأل في اللايف دلوقتي عبر القناة 24، احنا دلوقتي بنوضح لحضراتكم ان اللي توفى هو عبد الله 25 سنة ابن الفنان. والآن أعزائي المشاهدين أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة، ولكن قبل أن أنهي الحلقة أرجو منكم الدعاء لنجد الفنان حسن يوسف، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو وتضغطوا اشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أول بأول. وقبل أن أنهي حديثي لا تنسوا الصلاة على النبي.